وللمزيد من النقاش بينضم إلينا الآن هاتفيا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار. بعد التحية لك دكتور، يعني أبدأ معك من حيث الرسائل الإيجابية التي تضمنها هذا المؤتمر الصحفي، كيف قرأت هذه الرسائل وكيف جاءت لتعزيز الثقة بين كل الأطراف وأيضا تضمن تقديم خدمة عادلة ومتميزة سواء للمستثمرين أو الممولين؟ مساء الخير في البداية، تحية لحضرتك والسادة المشاهدين. خلينا في البداية نشيد بالسنة الحميدة اللي هي عقدها دولة رئيس الوزراء بأن يعقد مؤتمر صحفي عقب اجتماعات مجلس الوزراء، علشان الحقيقة يقدم كافة الحقائق أمام الصحفيين ومؤسسات الإعلام وأمام المواطن كي لا يسرق الفرصة أمام الاجتهادات أو مزيد من الإشاعات. الأمر الثاني أنه الحقيقة كل ما يتحدث بشأنه سيد رئيس مجلس الوزراء في إطار من المكاشفة والعلنية أنه الحقيقة بيوضح ما تقوم به الحكومة في إطار ملفين هامين للغاية. الملف الأول هو مناخ السمارت وكيف يتم دعمه، علشان هو ده اللي هيحقق مزيد من التقدم للوضع الاقتصادي ككل. والأمر الثاني هو الملفات أو الموضوعات التي تهم المواطن ما يتعلق بمستوى معيشته ورفع هذه ودفع مستوى معيشة المواطنين. ما أتى في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق بملف الاستثمار بالتأكيد مسائل هامة للغاية. الحقيقة مرحلة جديدة بتخطوها الحكومة المصرية في إطار إعادة العلاقة مع المستثمرين لدرجة عالية من الثقة، دي الحقيقة مسألة مهمة جدا إنه يكون في درجة متبادلة ومرتفعة من الثقة فيما بين الحكومة ومجتمع الأعمال، لأنه الحقيقة مهم إنه الحكومة تثق جيدا في مجتمع الأعمال، لأنه احنا نتحدث عن مرحله جديده مفترض ان القطاع الخاص ومجتمع الاعمال هو اللي هيقود فيه عمليه التمويل الاقتصادي، وبالتالي مهم جدا ان الحكومه يكون لديها باج على من الثقه في مجتمع الاعمال انه قادر على تحمل مسؤوليته. والامر العكسي ايضا هو انه مجتمع الاعمال يكون لديه ثقه في الحكومه انها الحقيقه جاده في ان تترك له المساحه الاكبر من الشان الاقتصادي، والامر الثاني انها تتعامل مع مطالبه والتحديات التي تواجهه بمنتهى الحسم الجديد. وأتصور أنه كلا الأمرين بيسيرة بشكل طيب للغاية. الحكومة الجديدة هي لديها توجهات ولديها تكليفات أيضا من السيد الرئيس فيما يتعلق بملف الاستثمار بشكل عام وقطاع الصناعة على وجه التحديد، وأتصور أنه ما يتم حاليا هو كله في بيسير في هذا الإطار، بمعنى أنه ما تحدث عنه السيد رئيس الوزراء فيما يتعلق بملف الضرائب كموضوع مهم جدا، أنه ما يحق أو بايس بحق للممولين يجب أن يرد في أسرع وقت ممكن. فكرة أنه يضيع وقت كبير من مؤسسات الأعمال ومؤسسات الاستثمار فيما يتعلق بالملفات الضريبية وأنه الفحص يتم بشكل كامل ويختار فترة زمنية طويلة، مهم جدا أنه هذه المسألة لا تستغرق هذا الوقت الكبير، علشان ده بالتأكيد بيخلق مزيد من العبء على مجتمع الضريب بشكل عام وعلى المجتمع ومؤسسات الأعمال بشكل خاص. الحقيقة دي مسألة مهمة جدا، أتصور أنها تعطي مزيد من الثقة والطمأنينة لمجتمع الأعمال، وأتصور أنها هتؤثر كثيرا وهيكون الانطباع لدى مجتمع الأعمال في وهذا يعني ربما ما جاء واضح وصريح من خلال تصريحات اليوم من وزير المالية أو من رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي، يعني والتي أوضحوا فيها بشكل صريح هو أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف وأنهم سيركزون على المستقبل وليس الماضي. في رأي حضرتك ومن خلال متابعتك لهذا المؤتمر وهذه الرسائل، ما هي أهم الأولويات الرئيسية للسياسات المالية خلال الفترة المقبلة في إطار برنامج عمل الحكومة؟ بالتأكيد عدة أمور. الأمر الأول هو تحقيق الاستقرار في السياسات الضريبية وألا نترك الفرصة لمزيد من الإشاعات، دي اللي هي مسألة هامة للغاية، ومن بين أهم أهداف السياسة المالية أنه يكون هناك استقرار، لأنه ده الحقيقة بيدعم تحسن مناخ الاستثمار.
العامل الثاني انه مراجعه لما يتم او لكافه التعاملات اللي بتتم فيما بين مجتمع الاعمال او المجتمع الضريبي والجهات الحكوميه بشكل عام ومصلحه الطلبه بشكل خاص. واتصور دي رساله مهمه جدا انه اي مبالغ تستقطع ولا ترد لمجتمع الضريبي وخاصه لمجتمع الاعمال ده يمكن ان يعيق العمليه الانتاجيه، لانه هذه المبالغ اذا ما تم استدادها في توقيتاتها المناسبه ده بالتاكيد بيدخل في الدوره الانتاجيه، بيولد فرص عمل، بيزيد من حجم الانتاج، بيزيد من حجم السلع المعروضه في الاسواق. وبالتالي مساله ان يكون هناك علاقه في جيده وفي اطار من الشفافيه والثقه فيما بين المجتمع الضريبي والجهه المعنيه بملف الضريب ومصلحه الضريب بالتاكيد مساله هامه للغايه. وكان مهم جدا انه دوله ايست بانكس الوزراء فيها بتكلفات واضحه لوزاره الماليه يعملوا بشكل جيد على هذا الملف كي يتم انجازه بشكل يؤتي مجتمع العمال ويلبي طموحه. بالتأكيد ده موضوع هام للغاية في إطار مناخ الصناعي، لكن بالتأكيد العامل الثاني هو ما يتعلق بالمواطن ومعدل التضخم وكيفية السيطرة عليه والسياسات اللي بتتبع سواء كان من الحكومة أو البنك المركزي في هذا الإطار، بالتأكيد كلها كانت رسائل هامة للغاية. بالتأكيد يعني هذا المؤتمر تضمن الحديث حول ملفات عدة. إذا تحدثنا عن ما يخص ملف المنازعات الضريبية، من وجهة نظري ما الذي يجب القيام به لتقليل عددها وإنهائها أيضا؟ كلا الطرفين، يعني مجتمع العمال عليه أن يتعامل مع مصلحة الضرائب على أنها جهة منوط بها أنها هي تحصل مال للدولة من حقوق كي تعيد إنفاقه مرة أخرى بالشكل اللي صب في مصلحة المستثمر وفي مصلحة المواطن. ودي الحقيقة مسألة مهمة جدا، ومهم انه مجتمع العمال يدرك انه هذه العلاقة يجب ان تكون علاقة في اطار من الثقة، في اطار من العلاقة الجيدة الطيبة، علشان الهدف يتحقق انه مزيد من الإيرادات بتنعكس مرة اخرى على مجتمع الاعمال. ما يتعلق ايضا بالجهات الحكوميه، ايضا يجب ان يكون لديها درجه عاليه من الثقه في مجتمع الاعمال في المجتمع الضريبي. وفكره ان احنا الحقيقه هذه الجهه الحكوميه اللي هي مصلحه الضرائب، فكره التحول نحو الاوتوميشن او يكون التعاملات مع مجتمع الضريبي في اطار من الميكنه، انه كافه المعاملات تتم في اطار من المكشفه، يكون لدى هذه المؤسسه ادواتها بالشكل اللي لا يحدث من خلال المنظومة أي تسريب لها أو تهريب لأموال الدولة، وفي ذات الوقت أيضا يكون في إنجاز في العمل وفي التوقيتات المحددة. فكرة بناء الثقة فيما بين الجانبين هي مسألة هامة للغاية، تصور أنها مرحلة جديدة تستحق أن يبذل فيها الجميع المجهود الكافي، علشان إذا ما نجح هذا الأمر بالتأكيد هنعكس إيجابيا وهيصب في مصلحة الوضع الاقتصادي ككل، هيصب في مصلحة مجتمع العمال، والآخر هيصب في مصلحة المواطن. نعم، يعني بالتأكيد حاولنا أن نفند هذه الرسائل مع حضرتك دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار وكيف تدعم هذا القطاع مستقبلا. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار على هذه المداخلة.